امبارح كنا بنتكلم مع ضيوفنا في الاستوديو على تأثير التغيرات المناخية اللي بتحصل في العالم على حياتنا، واتكلمنا مثلا على أمور من بينها الصحة وازاي التغيرات المناخية أو موجات الجفاف والتصحر ممكن تحصل في دول قد أو ارتفاع درجة الحرارة ازاي ممكن تؤدي إلى ظهور أوبئة وأمراض ما كانتش موجودة وتعود مرة أخرى بسبب التغيرات المناخية وإنها بتتنقل من مكان لمكان زي الملاريا وزي الكوليرا وزي حاجات كتير، وده بسبب التغيرات المناخية. كمان من الحاجات المهمة جدا جدا اللي أنا فوجئت فعلا بيها أو أدركتها في خلال المنتدى أو قمة المناخ هي فكرة ارتباط الاضطراب المناخي أو التغير المناخي ارتباطه بالجريمة. إزاي التغير اللي ممكن يحصل في البيئة والاضطراب في البيئة اللي ممكن يحدث نتيجة للتغيرات المناخية ممكن يؤدي إلى جرائم، ممكن يؤدي إلى عنف. ده الحقيقة شيء مهم جدا، وأنا سعيد إن أنا معايا الآن على الهواء دكتور غدا والي، وكيل الأمم المتحدة، وكيل أمين عام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا. دكتور غدا والي مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ سعداء الحقيقه ان احنا بنتواصل مع حضرتك، اهلا بيكي. انا متشكره جدا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ممكن انا حاولت اقول في المقدمه ان التغيرات المناخيه قد يكون لها تاثير اقتصادي، تاثير اجتماعي، تاثير صحي، ولكن للدرجات دي التغيرات المناخيه قد تؤثر على معدل الجريمه في العالم؟ هي التغيرات المناخيه قد تكون سبب للجرائم وقد تكون ايضا نتيجه للجرائم. يعني في جرائم بترتكب بتؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وبتؤدي إلى تلوث البيئة وقد تؤثر على التغيرات المناخية. من هذه الجرائم جرائم قطع الغابات مثلا في الأمازون بيحل محلها زراعة الكوكا اللي بيصنع منها الكوكايين. هذه الغابات هي رئة للعالم، وطبعا التوسع في قطع الغابات سواء في حوض الكونغو في أفريقيا أو في بلاد زي كولومبيا ودول أمريكا اللاتينية ده بيؤدي إلى تأثير على ثاني أكسيد الكربون. الحاجة الثانية عندنا مثلا جرائم بترتكب بسبب التغيرات المناخية. لما التغيرات المناخية بتؤدي إلى التصحر والجفاف في مناطق زي أفريقيا في القرن الأفريقي، بنجد حالات من النزوح الجماعي لعشرات الملايين في أفريقيا بحثا عن مراعي أو بحثا عن أماكن للعيش بعيدا عن فيضانات أو أماكن جفاف. بنجد إنه هؤلاء الشباب أو هذه الأسر النازحة معرضة لجرائم الإجبار في البشر، بتؤدي إلى جرائم الهجرة غير الشرعية في أحيان كثيرة، وأيضا بتؤدي إلى مزيد من العنف ضد المرأة والأطفال. ففي جرائم ومشاكل اجتماعية بتنتج عن التغيرات المناخية، وفي جرائم بتؤدي إلى الحقيقة تعقيد الظواهر المناخية زي مثلا إلقاء النفايات الخطرة في البحار والمحيطات بجريمة. التداول البلاستيك وتهريب نفايات البلاستيك وإلقائها في المحيطات يؤدي إلى فقدان الآثار السمكية، فبيأثر على التنوع البيولوجي في مياه البحار والمحيطات. سرقة وقتل الأفيال لسرقة العاج دي تجارة قيمتها 400 مليون دولار في السنة، بتؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي في قارة أفريقيا. بشكل عام إحنا رصدين إنه قيمة جرائم ضد البيئة بتصل إلى 280 مليار دولار سنويا. 280 مليار دولار في السنة دي جرائم ضد البيئة سنويا قيمة الجرائم التي ترتكب ضد البيئة. ده العالم كله محتاج 100 مليار دولار عشان يساعد الدول النامية عشان تواجه المخاطر العالمية. العالم محتاج تريليونات مش 100 مليار، يعني على الأقل ال 100 مليار يا فندم يعني سنوي. بالظبط، يعني محتاجينه كتعهد سنوي من الدول الصناعية الغنية في اتجاه الدول الأكثر الأقل نموا. والحقيقة عشان كده أنا بقول إنه مهم إنه في أن تتضمن الحوارات موضوعين، موضوع الجريمة التي تؤثر على البيئة وموضوع الفساد، لأن في أحيان كثيرة جدا بنجد إنه الفساد أيضا يكون عامل مؤثر، وخصوصا عندما ترصد مبالغ كبرى للتدخلات سواء للتكيف أو للتخفيف أو حتى لرأب الصدع وتعويض الخسائر، لابد من وضع آليات تضمن أن الفساد لا يؤثر على توجيه هذه الأموال فتوجه لقطاعات أو توجه بأساليات أو تنفق بأشكال غير شفافة. مواجهة الفساد ومواجهة الجريمة في مجال البيئة موضوعين مهمين أنهم يكونوا ضمن نقاشات الدول في هذه المرحلة.
طيب لو لم تفي الدول بتعهداتها، لو لم تتخذ الدول إجراءات وخرجت الأمور عن السيطرة، هل تتوقع بالتالي دكتور غادة والي وتتوقع في الأمم المتحدة أن يكون تصاعد شديد في وتيرة العنف، في جرائم العنف، أو بالتالي في نزاعات كبرى ما بين الشعوب؟ يعني شوف حضرتك، أتصور أنه حينما يعني لا تتاح لقمة العيش، حينما لا تتاح فرص العمل، حينما لا تتاح المراعي، حينما لا تتاح مصادر للرزق، ده بيؤدي إلى نزوح المجتمعات وتحرك الناس. احنا بنتكلم في 120 مليون واحد بيتحركوا في أفريقيا هربا من موجات جفاف. طبعا ده ممكن يؤدي إلى قلاقل وعدم استقرار اجتماعي، ويؤدي إلى مزيد من الجرائم. فطبعا عدم الاستقرار الاجتماعي أحد نتائج التغيرات المناخية، طبعا وعدم الاستقرار السياسي أحد نتائج التغيرات المناخية، ولكن أيضا عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بيخلي الدول مش قادرة تحل المشكلة دي وبيعقد المشكلة أكثر. أكيد أكيد. طيب وجود حضرتك في شرم الشيخ وحضور حضرتك لقمة المناخ، شايفة إزاي الأجواء الموجودة؟ شايفة إزاي الفعاليات؟ شايفة إزاي كمان دور الشباب المصري ودور البنات المصريات والسيدات؟ وكان ليك الحقيقة تصريح إعجاب بدور الفتيات والسيدات في مصر في التنظيم. والله الحقيقة احنا عندنا هنا بنشهد هذا العام أكبر مؤتمر في كل المؤتمرات التي نظمتها الأمم المتحدة، فهو حضور تاريخي بيصل إلى 50,000 مشارك، 1,500 فعالية بيحصلوا على مدى العشر أيام بتوع المؤتمر، 3,000 جمعية أهلية، وده برضو عدد غير مسبوق في حضور مؤتمرات الأمم المتحدة، بيمثلوا حوالي 10,000 مشارك من المجتمع المدني. عندنا أكثر من 110 رئيس دولة وحكومة. هذا التواجد الكبير أيضا بيزينه تواجد عدد كبير من الشباب اللي بنشوفه بيتجول في أروقة المؤتمر، سواء علشان يساعد الناس يوريها الطريق يشوفها تتوجه لأي جلسة، أو علشان يساعد أي حد من ذوي الإعاقات المختلفة إذا كان محتاج مساعدة، أو علشان حتى يساهم في تنظيم بعض الجلسات. فأنا شايفة إن في عدد كبير من الشباب اللي تم تدريبه من قبل عدد من الوزارات ومتطوعين الحقيقة من الشباب يفرحوا، وعدد منهم اتكلمت معاه وكلموا معايا ودردشنا وكانوا فعلا سعداء بهذه التجربة، وإحنا سعداء بيه. احنا كمان سعداء بوجود حضرتك معانا، وبنتمنى لحضرتك دايما كل التوفيق. دكتور غادة والي، وكيل الامين العام للامم المتحده ومدير المكتب التنفيذي للامم المتحده للمخدرات والجريمه في فيينا، شكرا جزيلا لحضرتك.